شكري. وصل لمشاوراتي في نيويورك بشأن سد النهضة، ويطمئن المصريين بشأن قدرة أجهزة الدولة على الدفاع عن حقوق مصر المائية. إيران تبدأ في إنتاج اليورانيوم المخصب، وأمريكا ودول أوروبية تحذر من نتائج هذه الخطوة في مفاوضات فيينا. حركة طالبان تشن أول هجوم على عاصمة ولاية في شمال غرب أفغانستان. العاشرة صباحا في القاهرة، الثامنة بتوقيت جرينتش. أهلا بكم في نشرة إخبارية على شاشة النيل للأخبار. أكد وزير الخارجية سامح شكري أن الدولة المصرية بجميع مؤسساتها وعلى رأسها القيادة السياسية تعطي قضية سد النهضة أولوية قصوى نظرا لارتباطها المباشر بالأمن القومي ومصلحة الشعب المصري. وأضاف شكري في تصريحات خلال زيارته الحالية لنيويورك للمشاركة في جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة أن كل أجهزة الدولة لديها القدرة والإمكانيات والعزيمة على أن تستمر في الدفاع عن الحق المصري المائي والشعب المصري ومقدراته. وأشار وزير الخارجية أن كافة أجهزة الدولة تقوم بتنسيق كامل وتتناول كل الأبعاد المختلفة لهذه القضية الوجودية والتي لا يمكن التهاون فيها، مؤكدا أن انعقاد مجلس الأمن المرة الثانية حول سد النهضة دليل على نجاح الدبلوماسية المصرية وكذلك الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي لهذه القضية الهامة. عقد وزير الخارجية سامح شكري لقاء ثنائيا مع المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، وكذلك كان ذلك بمقر البعثة المصرية بنيويورك. وقال سفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أنه جرت خلال اللقاء مناقشات مستفيضة حول قضية سد النهضة والموقف المصري في هذا الصدد. يواصل وزير الخارجية سامح شكري مشاوراته في نيويورك، وحيث أكد لمندوبي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة ضرورة اطلاع المجلس الأمن بمسؤولياته تجاه قضية سد النهضة، وذلك بهدف الدفاع والمضي قدما نحو التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونا حول ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث ولا يفتأ على الحقوق المائية لدولتي المصب. وأشار شكري إلى مواصلة إثيوبيا سياسة التعنت ومحاولة فرض الأمر الواقع بالمخالفة للقوانين والأعراف الدولية ذات الصلة وإعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في عام 2015. كما التقى سامح شكري وزير الخارجية خلال زيارته الحالية إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في جلسة مجلس الأمن حول سد النهضة كلا من المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة ومندوب الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك في إطار التحركات المصرية المكثفة لعرض أبعاد الموقف المصري في ملف سد النهضة. أكدت المملكة العربية السعودية أنها تدعم وتساند مصر والسودان في المحافظة على حقوقها المائية المشروعة، وجاء ذلك خلال نبأ ذكرته وكالة الأنباء السعودية أن المملكة تدعم جهود مصر والسودان لاحتواء هذه الأزمة ومطالباتها بحلها وفقا لقواعد القانون الدولي، كما تدعم التحركات الدولية الرامية إلى إيجاد حل ملزم لإنهائها. ودعت المملكة المجتمع الدولي لتكثيف الجهود لإيجاد آلية واضحة لبدء التفاوض بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا للخروج من هذه الأزمة. يشهد اليوم رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع توقيع عقد التسوية مع الشركة المالكة لسفينة الحاويات البنامية إيفر جيفن، وذلك بحضور ممثل الشركة المالكة للسفينة وعدد من السفراء والشركاء الدوليين، وذلك بمبنى المارينا الجديد لشرق القناة. وذكرت الهيئة أن الاحتفال يتضمن تصوير مغادرة السفينة من موقع الاحتفالية، ويعقب ذلك مؤتمرا صحفي لرئيس الهيئة. اختتم رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي جولته بمحافظة أسوان بتفقد أعمال تطوير ميدان المحطة والسوق السياحي. كان مدبولي قد تفقد عدد من المشروعات في محافظتي الأقصر وأسوان الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
طريق الكباش يعد من أهم المشروعات الأثرية التي تقوم الدولة بتجهيزها حاليا، وهو طريق يربط بين معبدي الأقصر والكرنك مرورا بمعبد موت، استعدادا لاحتفالية افتتاحه قريبا. لذا جاءت زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لتفقد الأعمال به، حيث أكد أن الدولة تهدف إلى تحويل مدينة الأقصر إلى أكبر متحف مفتوح في العالم، كما أكد على رصد أي ميزانية مطلوبة من أجل سرعة الانتهاء من كافة الأعمال به. وخلال جولته تفقد رئيس الوزراء قاعة الأعمدة الكبرى بمعبد الكرنك وما يتم بها من ترميم لإعادتها لما كانت عليه من هيئة وتوضيح للرسومات والألوان الزاهية بها، حيث وجه بزيادة العاملين القائمين بتلك الأعمال، وخاصة أهمية مشاركة خريج كليات السياحة والآثار وضرورة الاستعانة بهم في تنفيذ عمليات التطوير والترميم داخل المواقع الأثرية. كما تفقد رئيس الوزراء خلال جولته أيضا أعمال ترميم تمثال تحتمس الثاني المتهدم، ووجه بضرورة استكمال جميع الصروح القائمة في المعبد لإعادتها لأصلها. وفي طريقه إلى معبد الأقصر تفقد رئيس الوزراء كورنيش الأقصر وطريق الكباش، واستمع إلى شرح حول الموقف التنفيذي لأعمال التجهيزات به من الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار. وفي ختام جولته أشاد رئيس الوزراء بجهود المشاركين في أعمال إعادة إحياء طريق الكباش بالأقصر، مؤكدا أن تلك الأعمال تخلد ما أسسه المصريون القدماء من حضارة وتراث إنساني عريق. وعقب انتهاء جولته في الأقصر توجه رئيس الوزراء إلى محافظة أسوان لتفقد الأعمال لبعض المشروعات بها في إطار المشروع القومي لتنمية القرى المصرية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مؤكدا على حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على متابعة كافة التفاصيل الخاصة بتنفيذ تلك المشروعات التي ستسهم في إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، حيث بدأها رئيس الوزراء بمتابعة سير العمل بقرية الكاجوج بتفقد كوبري الكاجوج العلوي، واستمع إلى شرح حول المشروع الذي سيكون بديلا عن مزلقان القطارات بالمنطقة، بما يحقق السيولة المرورية ويحد من حوادث الطرق. كما تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه محطة الصرف الصحي بقرية الكاجوج، والتي تمت إقامتها ضمن مبادرة حياة كريمة لتخدم 3 قرى كبرى بتكلفة تقدر بحوالي 617 مليون جنيه. شملت الجولة أيضا تفقد رئيس الوزراء لمشروع تنفيذ توسعات مدرسة السلام الابتدائية بقرية الكاجوج، والذي سيعمل على زيادة عدد الفصول من 16 إلى 32 فصلا لخفض الكثافة الطلابية، وذلك بتكلفة تقدر بأكثر من 6 ملايين جنيه. مشروعات القطاع الصحي ضمن مبادرة حياة كريمة شملتها الجولة أيضا، حيث تفقد رئيس الوزراء مشروع إنشاء وحدة طب الأسرة بقرية الكاجوج لدخولها قريبا منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة أسوان. كما تابع رئيس الوزراء أعمال إحلال وتجديد الوحدة الصحية بقرى سلوى قبلي ومجمع الخدمات الحكومية بالوحدة المحلية لقرية الكاجوج. كما استعرض رئيس الوزراء نماذج سكن كريم ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري ومكتب بريد سلوى قبلي، وحرص رئيس الوزراء خلال جولته في شوارع القرية على الاستماع إلى طلبات وشكاوى عدد من أهالي القرية، كما قام بزيارة لعدد من منازل الأسر. وخلال لقائه بعدد من أهالي القرية أكد رئيس الوزراء أن ما يتم تنفيذه من مشروعات لتطوير الريف المصري سيسهم في توفير المزيد من فرص العمل للشباب. أحمد أبو الحسن، النيل. أعلن رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر عن إطلاق مبادرة 30 يونيو والانطلاق نحو الجمهورية الجديدة لمدة عام. جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تحت عنوان 30 يونيو واستشراقة الجمهورية الجديدة، وذلك بحضور عدد من الوزراء.
احتفالا بالذكرى الثامنة لثورة 30 من يونيو، نظم كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ورشة عمل تحت عنوان 30 من يونيو واستشراقة الجمهورية الجديدة، بحضور عدد من الوزراء للوقوف على حجم الإنجازات التي شهدتها الدولة المصرية خلال 7 سنوات الماضية. هنطلق مبادرة لتوثيق ثورة يونيو المجيدة، هنعقد مؤتمر شهري السبت الأول من كل شهر بمشاركة معالي الوزراء اللي بيقدموا لنا كل الدعم وكل المساندة. هذا وقت الإنجازات ووقت المساءلة، يعني ليس هناك فرصة أو يعني أيا كان من عدم الإنجاز لأي جهة من الجهات، مش بس الحكومية أو أي جهة أخرى، لأن هذا وقت البناء، سواء بناء الوطن أو بناء المواطن. ويعمل الوزراء ضمن استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تشريعات منظمة للاستثمار في مصر والاهتمام ببناء الإنسان والاستثمار في العنصر البشري. مصر انطلقت إلى الأمام ولن تعود إلى الخلف مرة أخرى إن شاء الله. سنبني على ما تحقق جميعا روح الفريق والعمل معا في مختلف المجالات والمسارات. فيما يتصل بالخطاب الديني، سنركز ونكثف الجهود على بناء الوعي الدين الصحيح. حجم يعني الإنجازات التي تمت على مدار السنوات الماضية شيء يدعو إلى الفخر. كم الإنجازات ليس فقط في الأرقام، ولكن أيضا بكم الإنجازات كمشروعات تنموية. إزاي الخطط النهاردة، إزاي مصر النهاردة بتعمل من خلال رؤية شاملة اقتصادية اجتماعية إنسانية تشمل كل المحاور المختلفة. الدولة المصرية أعطت الأولوية للشباب المصري، فمصر سوق كبير وبها عدد كبير من الشباب. إحنا أحد المجالات اللي تهتم بالنشء والشباب وأيضا التطوير والتنمية من خلال الرياضة، ومع الدعم الكامل لفخامة الرئيس والعمل بشكل مؤسسي مع الحكومة المصرية، إن نصل من حجم إنجازات في البنية الأساسية والإنشاءات الحديثة، وأيضا استضافة الأحداث الرياضية، وأيضا تطوير قدرات الشبابية وربط الشباب بالمجتمع. ومن خلال تطبيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، سعت أجهزة الدولة إلى خلق فرص عمل من خلال عدد من المشروعات التنموية لإحداث طفرة في النمو الاقتصادي والارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن المصري. غيرت ثورة 30 من يونيو مجرى التاريخ المصري الحديث، وخلقت مسارا جديدا للعمل الوطني، لتنطلق ثورة من البناء والتنمية على كافة المستويات، يدعمها شعب واع وإعلام طموح يدرك قيمة الاصطفاف الوطني. بسمة الشاعر، النيل. اتهمت إيران إسرائيل بشن هجوم تخريبي في يونيو الماضي على منشآت نووية مدينة قرب العاصمة طهران، واعترفت إيران للمرة الأولى بأن الهجوم تسبب في ضرر وقع بالمبنى. الأنباء نفسها عن الهجوم صحيحة، لكنه تسبب فقط في ثقب بالسقف، وهذا الفعل التخريبي لم يضر بأي معدات مهمة، وفشل في استهداف المعدات، لم يذهب أبعد من خلق ثقب في السقف. هذه ليست المرة الأولى التي تحاول الدولة الوحيدة المستفيدة من توقف محادثاتنا مع القوى العالمية منع جهودنا. نعتقد أن هذه الخطط قامت بها تلك الدولة. ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران بدأت بالفعل في إنتاج معدن اليورانيوم المخصب في خطوة يمكن أن تساعدها في تطوير سلاحها النووي، وحين قالت 3 دول أوروبية أن ذلك يهدد محادثات إحياء الاتفاق النووي المبرم في عام 2015. من جانبه، وصف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس قرار إيران بإنتاج اليورانيوم المخصب حتى 20% بأنه خطوة مؤسفة إلى الوراء. لقد أصبح من المقلق أن تختار إيران الاستمرار بتصعيد عدم تنفيذ التزاماتها في خطة العمل الشاملة المشتركة، خاصة مع تجارب لها قيمة لأبحاث السلاح النووي. إنها انتكاسة أخرى لإيران، خاصة وأن الإدارة الأمريكية أظهرت حسن النوايا ورغبتها في إيجاد طرق بناءة في التعامل مع الملف النووي الإيراني. والآن نحن نقولها وبوضوح، إن هذه التصرفات الاستفزازية من قبل إيران لن تجدي في المفاوضات معها، بل على العكس سيعمل على زيادة قلقنا من نشاطاتها النووية.
ومن جانبهم أعرب الأوروبيين عن قلقهم الكبير بعد التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يكشف الابتعاد التدريجي لإيران من الاتفاق الدولي في شأن برنامجها النووي وتقدم خطواتها نحو إنتاج اليورانيوم. في خطوة من المرجح أن تغضب القوى الغربية، تعتزم إيران إنتاج معدن اليورانيوم بنسبة تخصيب تصل إلى 20% في وقت لا تزال المفاوضات فيه مستمرة لإنقاذ الاتفاق الدولي حول برنامجها النووي. طهران التي تنصلت تدريجيا من التزاماتها منذ انسحاب الولايات المتحدة الأحادي من هذا الاتفاق في عام 2018، بدأت في فبراير إنتاج معدن اليورانيوم بدعوى استخدامه في أغراض بحثية، وهو موضوع حساس لأن هذه المادة يمكن استخدامها في تصنيع أسلحة نووية. والآن تريد إيران الانتقال إلى درجة أعلى من التخصيب، وهي عملية على عدة مراحل ستتم في مصنعها في أصفهان بحسب بيان الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وبالإضافة إلى مشاكل متعلقة بوصول المفتشين إلى موقع التخصيب في نطنزا، لم تمدد إيران حتى الآن ترتيبا مؤقتا يسمح للوكالة بمواصلة ممارسة درجة معينة من الرقابة على البرنامج النووي رغم القيود التي تفرضها طهران منذ فبراير الماضي. ويتزامن ذلك مع تعطيل محادثات فيينا التي بدأت في أبريل الماضي بسبب الانتخابات الإيرانية وتولي الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي منصبه. وتهدف هذه المفاوضات إلى إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق المبرم في عام 2015 بعد انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منه، بالإضافة إلى تخفيف العقوبات الغربية والأممية على طهران مقابل التزامها بعدم حيازة أسلحة ذرية وخفض كبير في برنامجها النووي الخاضع لرقابة الأمم المتحدة. شنت حركة طالبان اليوم أول هجوم على عاصمة في ولاية في شمال غرب أفغانستان منذ أن بدأت هجوما كبيرا على القوات الحكومية وفقا لما أعلنهم مسؤولون محليون. واندلع قتال عنيف في منطقة قلعة ناو عاصمة ولاية باداجس بعدما هجم المسلحون كل الأقاليم المحيطة بالولاية. من جانبها أكد رئيس مجلس ولاية باداجس أن القتال بين طالبان والقوات الحكومية اندلع داخل المدينة، مضيفا أن بعض مسؤولي الأمن استسلموا لطالبان خلال الليل. ودخلت حركة طالبان مقر الشرطة في المدينة والمكتب المحلي لوكالة الاستخبارات الأفغانية ومديرية الأمن الوطنية. قال جون كيربي المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أنه تم تنسيق مع القادة الأفغان حول الانسحاب من قاعدة بجرام الجوية. ما يمكنني قوله أنه كان هناك تنسيق مع القادة الأفغان سواء مع الحكومة أو قوات الأمن الأفغانية حول الانسحاب من قاعدة باجرام الجوية والتي تم تسليمها لقوات الأمن الأفغانية. لقد كانت هناك محادثات قبل عملية الانسحاب ب24 ساعة، وتم إبلاغ قوات الأمن الأفغانية بالانسحاب، ولم نترك أسلحة ثقيلة، تركنا فقط أسلحة خفيفة ودخائر للقوات الأفغانية. أطلقت طائرات هليكوبتر هجومية روسية متمركزة في طاجكستان في إطار تدريبات عسكرية، وأعلنت موسكو أن قواتها مجهزة بالكامل للمساعدة في حماية الحدود مع أفغانستان إذا تطلب الأمر سواء بشكل مباشر أو من خلال تكتل أمني إقليمي. من جانبها أكدت حكومة طاجكستان أن موسكو ستساعدها في التعامل مع تداعيات الخروج لقوات حلف شمال الأطلسي من أفغانستان المجاورة إذا تطلب الأمر ذلك. دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونغرس إلى التحقيق بشجاعة في الهجوم الذي شنه أنصار الرئيس السابق ترامب على مبنى الكابيتول في واشنطن. يأتي ذلك تزامنا مع ذكرى مرور 6 أشهر على الهجوم الذي جاء بعد خطاب ألقاه سلفه ترامب واعتبره بايدن فوضوي وليس احتجاج. وكانت رئيسة مجلس النواب الديمقراطي نانسي بولوسي قد أعلنت في الشهر الماضي تشكيل لجنة خاصة حول الهجوم بعدما عطل الجمهوريون تشكيل اللجنة للتحقيق المستقل على غرار تلك التي شكلت بعد هجمات 11 سبتمبر في عام 2001. قال رئيس المجلس الأوروبي شارلي ميشيل أن هناك شكوكا في أن الحكومة البيلاروسية متورطة في تدفق المهاجرين على ليتوانيا.
في الواقع هناك شك في أن هناك دورا يلعبه النظام البيلاروسي في تدفق المهاجرين الذي تواجهه ليتوانيا. نحن لسنا ساذجين في أوروبا ولم يتم ترويعنا أيضا، ولهذا السبب اتخذنا القرار، وكذلك العقوبات الاقتصادية التي تم تنفيذها. قررنا التحرك بسرعة كبيرة عندما تم تجاوز خط أحمر آخر قبل أسابيع مع اختطاف هذه الطائرة. في المقابل أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أن بلاده ستوقف التعاون مع الاتحاد الأوروبي بشأن وقف الهجرة غير الشرعية، وذلك ردا على العقوبات الاقتصادية التي فرضها الاتحاد على بيلاروسيا. إذا اعتقد البعض أننا سنغلق حدودنا مع بولندا وليتوانيا ولاتفيا وأوكرانيا ونصبح مخيما للأشخاص الفارين من أفغانستان وإيران والعراق وسوريا وليبيا وتونس، فهم مخطئون. لن نقبض على أي شخص، فهم لا يأتون إلينا وإنما يأتون إلى القارة الأوروبية. على الصين عن بورة إصابات متزايدة في مدينة صغيرة عند الحدود مع بورما والتي تشهد اضطرابا سياسيا وانتشارا للوباء، وذلك بعد حملة فحوصات مكثفة في مدينة تيرويل الحدودية. أفادت السلطات الصحية عن 15 إصابة محلية من بينهم 12 بورميا. وأعززت قوات الأمن في إقليم يونان الصيني في جنوب غرب البلاد تواجدها قرب الحدود بهدف منع أي دخول غير شرعي إلى أراضيها. في غضون ذلك أعلنت الصين تسجيل 57 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ارتفاعا عن يوم أمس، والذي سجل 23 إصابة في أعلى حصيلة يومية للإصابات منذ 30 من يناير الماضي. في الختام دائما نذكر حضراتكم بأبرز ما جاء في نشرتنا من أخبار. شكري وصل لمشاوراتي في نيويورك بشأن سد النهضة ويطمئن المصريين بشأن قدرة أجهزة الدولة على الدفاع عن حقوق مصر المائية. إيران تبدأ في إنتاج وتخصيب اليورانيوم، وأمريكا ودول أوروبية تحذر من نتائج هذه الخطوة على مفاوضات فيينا. حركة طالبان تشن أول هجوم على عاصمة ولاية في شمال غرب إقليم أفغانستان. كتم أن نشكر لكم طيب المتابعة. تجدد اللقاء بعد قليل في جولة في عالم الصحافة المحلية والعربية والعالمية. أبقوا معنا إلى اللقاء.